الاستعدادات السنة دي للموسم كانت ازاي، خصوصا ان احنا في الايام الاخيرة منه في ازدحام، وتكثيف الاستعدادات متعودين ان هو بيبقى في الايام الاخيرة عشان هو اللحظة الاخيرة، وايه الجديد السنة دي بتقدموه للممولين عشان يحفزوهم على تقديم الفرق؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. من اول ما بدأ الموسم واحنا حضرتك عاملين خطة لاستقبال الممولين والتيسير عليهم بكافة الإمكانيات، فعملنا طبعا مكتب لخدمة الممولين بيكون مسؤول عن تسليم الإقرارات ونوعية الإقرار، يعني لو فادي أو شركة، ويكون سواء مؤيد بحسابات أو غير مؤيد بحسابات. وبعدين بقى عملنا قاعات لكتابة الإقرار، يعني الممولين يقعدوا يكتبوا الإقرار، وعمل تحت بيكتبوا على العربية. ما هو في زيادة، يعني احنا لو عملنا 10 قاعات وهم 1000 واحد، ما هو هنجيب 1000 قاعة منين؟ فاحنا ما هي القاعات صغيرة، ما احنا هننزل نوعيها لك تحت. يعني عملنا لجان إرشادية بتساعد الممولين في كتابة الإقرار، وعملنا لجان استلام تستلم منهم الإقرار، وعملنا أنشأنا 3 خزن، يعني كان عندنا خزنة واحدة أنشأنا الثانية والثالثة عشان المول ما يقعدش غير فترة بسيطة جدا عشان يقدر يسلم الإقرار ويسدد الضريبة المستحقة عليه. احنا عندنا هنا 83,000 ممول، فاحنا بنبعت بس للناس اللي هي بالظبط كده. بتساعد في ان الحصيله تتحقق. يعني الحصيله الضريبيه لغايه دلوقتي عدد الاقرارات اللي اتقدمت ومقارنه ده كله بنفس التوقيت السنه اللي فاتت، يعني مع نهايه اليوم، وعايزين نعرف توقعات حضرتك بعد انتهاء الموسم، يعني يوم الجمعه اللي جاي ان شاء الله هيبقى عندنا كم اقرار، توقعاتك برضه بزياده الحصيله. طيب، هو بالنسبة للحصيلة ارتفعت ل 24 مليون بمقارنة السنة اللي فاتت عن نفس الفترة كانت 20 مليون. وعدد الإقرارات السنة دي يعني في الفترة دي لحد 28/3 الساعة 3 29,000 إقرار، بمقارنة السنة اللي فاتت كان 24,000 إقرار. زيادة عن امبارح حضرتك قلت لي 24,000 إقرار، ما هو 5,000 إقرار كمان. بالظبط 4,700 اهي كان الإقرار لحد بعده الساعة 3، يعني ممكن مثلا تلاقيهم على آخر اليوم تلاقيهم وصلوا مثلا ل 6,000 إقرار مثلا أو 5 وشوية. لا إن شاء الله النسبة السنة دي حتى من المقارنة بالسنة اللي فاتت واللي قبلها إن النسبة هتزيد بمعدلات كويسة جدا، يعني فوق ال 20-30% عن السنة اللي فاتت. واحنا عاملين تيسيرات كتيره وعملنا دعاوي كتيره للناس، وهم الناس يعني لحد دلوقتي متجاوبين جدا جدا بالمقارنه بالسنه اللي فاتت.